مشيت والله، مشيت اسمه شنو المنظمات، مشيت كده دقيت لناس كريتاس قال لي بيساعدوك في المدارس. مشيت الأسحر برضو قال لي لو سجلت في الأسحر أولادك بيقبلوا. ما لقيت أي منظمة يعني ساعدتني. المدارس اللي بتشتغل حاليا والله العدد مش كبير، يعني 5 إلى 7% هي بتشتغل حاليا، بتاخد زي ما تقولي مظله وماشي معايا من بعض المدارس المصريه اللي هي مدارس انترناشونال وانجليزيه، ودي تكاليفها برضه جدا جدا. هو نحن عندنا يعني عدد من الأطفال، يعني أنا الحمد لله عندي 4 أطفال عاوز أسجلهم، الأربعة دي لما نضربها في 12 مبلغ يعني والحمد لله، بالإضافة للإيجار بتاع الشقة اللي أنا قاعدة فيها ومصاريفهم هم الأطفال لما أجيبهم ورجعهم من الفطور، فبجد حاجة صعبة يعني بالنسبة لي ومش لي أنا، بالنسبة لكل اللي أجيب. إنه عايزين إقامة يعني بتكون سارية المفعول عشان أنا أولادي يخشوا مدارس مصرية، وأنا ما عندي إقامة عشان يخشوا مدارس مصرية، ولو قلت داير أسجلهم مدارس خاصة برضو الطفل يعني أنا استفسرته على الأقل عايز له 5 أرباع عشان يخش مدرسة خاصة، وأنا إحنا ما عندنا ميزانية عشان نخششهم المدارس الخاصة. بتصوبين الأهالي دائما قاعدين في بيوتهم يعني فيش حاجة، فأنا ما عارف يعني سفر نفسه مو مشجع يعني ما كنت اتحركت في الجهاد لأنه العدد بتاع الطلبة نفسه هيسبب مشاكل في تسريب وتسرب هيحصل.